الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نرحب بكم في اليوم الثاني من برنامج معيار السلامة المالية للجمعيات الأهلية. حقيقة نحن نبدأ هذا اليوم ونحن تغمرنا السعادة بتفاعلكم يوم أمس. الحضور تجاوز 700 عن طريق الزوم وعن طريق اليوتيوب، وأيضا كان تفاعلكم كبير ومشرف عن طريق المشاركات والاستفسارات، حتى أن وصلنا إلى عدم القدرة على الإلمام بها. اليوم بإذن الله نكمل يومنا الآخر مع هذا البرنامج، ونسعد بأن يكون معنا الأستاذ سليمان العسافي، مشكورا في تقديم هذا اللقاء. ونبه على نقطة رئيسة، وهي أننا نستقبل أسئلتكم عن طريق الزوم واليوتيوب، عن طريق الزوم بواسطة الـ QA، لكن آمل أنه لا أحد يكتب إلا الأسئلة فقط، لا يكتب ملاحظات أو الاسم الشخصي، حتى نستطيع أن نلبي أكبر قدر ممكن من الأسئلة. نترك المجال للأستاذ سليمان. حياك الله أستاذ ناس، يا هلا مرحبا، حيا الله الحضور جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بالأمس تكلمنا عن القسم الأول من مؤشرات الأداء المالي، واليوم بإذن الله تعالى سنستكمل ما بقي من هذا المؤشر، من هذا القسم أقصد، في معيار السلامة المالية، ثم ندلف من بعد إن شاء الله تعالى إلى القسم الآخر المتمثل في مؤشرات التنظيم المالي. احنا توقفنا البارحة عند الشريحة التالية، المعذرة أنا لازم نظارات أبو خالد، فلا بد يعني خذ راحتك الله يسلمك. اي نعم، فتكلمنا احنا البارحة عن مؤشرات الأداء المالي اللي هي تتمثل في 5 مؤشرات رئيسية، اللي هي المصاريف الإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة، بالإضافة إلى الاستدامة وجمع الأموال والتبرعات وقدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية، وتكلمنا عن المؤشرات التحليلية. لكن لنا نحن يعني مثل ما يقول نظرة أخرى، حللنا فيها هذه المؤشرات الـ5 الرئيسية والتحليلية لها، فوجدنا أنها تغطي الأولى، يعني قسمناها إلى عدة مجموعات رئيسية، وجدنا أنها تمثل اتجاهات أنشطة الجمعية المساندة والرئيسية، وهذه تتمثل في المصروفات الجمعية. يعني المصروفات احنا تكلمنا البارحة بأنها تمثل جهود الجمعية في 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 جهود الجمعية المالية، يعني في عملها، سواء كانت جهود في الرقابة والإدارة أو جهودها في النشاط الرئيسي أو لجمع الأموال أو للاستدامة أو إلى آخره. جيد، عادة جميع المصروفات التي لا تصنف على أنها مصروفات أنشطة، هذه تسمى مصروفات مساندة أو برامج مساندة. طبعا هذا طبقا لبيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية في المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في فقرته 126 و125 إذا ما خاب ظني من البيان. فهذا التقسيم تقسيم مفيد جدا ومهم أيضا، حتى نعرف ارتباط هذه المصروفات بالنشاط، فإن كانت مرتبطة بشكل مباشر لابد أنها تصنف على أنها مصروفات نشاط، إذا كانت مرتبطة بارتباط غير مباشر بالنشاط الرئيسي للمنشأة غير الهادفة للربح فتصنف على أنها من ضمن مصروفات البرامج المساندة، وتم تفصيلها هذه وتقسيمها حسب دليل الحسابات الموحدة اللي سنعرض له بعد قليل بإذن الله تعالى. هذه الاتجاهات المجموعة الأولى اللي هي اتجاهات الأنشطة المساندة والرئيسية، فيها 5 مؤشرات من مؤشرات المعيار، جيد، تمثل 69% من إجمالي وزن المؤشرات ككل لقسم مؤشرات الأداء المالي، ولا شك أنه هذه النسبة نسبة كبيرة. لاحظ أنه بقية المجموعات كلها تقع في المتبقي اللي هو يمثل 31%،
من إجمالي مؤشرات الأداء المالي. فلاحظ أنه الوزارة تركز على ماذا تركز عليه الجمعية بشكل حقيقي وواقعي في 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 عمل في عملها المالي أو في أنشطتها اللي تقوم فيها. فإذا كانت عندنا رواتب تتمثل سليمان تسمح لي أقطعك ثواني طبعا. بس بعض الأخوة يقول العرض ما ظهر لهم، اسمح لي فقط أتأكد. ممكن الآن تعيد العرض؟ أبشر. الله لا يهمك. تفضل. واضح الآن؟ بإذن الله بس بتأكد. مستأنف؟ الأخوة الحضور العرض الآن واضح؟ آمل الكتابة. لا يمكن لو نستأنف أبو خالد. توكل على الله، واضح الآن. نعم نعم. فعندنا خمسة مؤشرات مثل ما ذكرنا من المؤشرات التحليلية في مؤشرات الأداء المالي، وهي المؤشرات أول المصروفات الإدارية إلى إجمالي المصروفات، ومصروفات الأنشطة إلى إجمالي المصروفات، وجمع الأموال والاستدامة. هذه كلها يا أخوان توضح تركيز الجمعية في جهودها وين يتجه، هل هو على النشاط الرئيسي أو إلى جمعها للتبرعات، لأنه أحياناً نجد فيه رواتب مرتفعة مثلاً في إدارات تنمية الموارد المالية، وهذا ليس غريب، ولكن إذا قارنته بإجمالي مصروفات الجمعية ووجدت أنه مرتفع بشكل كبير، مثلاً يمثل 20% مثلاً من إجمالي مصروفات الجمعية، تعلم أنه في إشكالية عند الجمعية في تركيزها على الجهود. فهل هي يعني منشأة الجمعية لأجل جمع التبرعات ولا لأجل ممارسة النشاط الرئيسي؟ فالوزارة تريد من خلال هذا المعيار أنها تركز على معرفة اتجاهات أو تركيز الجمعيات في نشاطاتها الرئيسية والمساندة، ولذلك وضعت نسبة 75% كمستهدف للنشاط الرئيسي اللي هي مصروفات، نسبة المصروفات البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصروفات. طبعاً لو كانت تزيد لا شك أنه هذا أمر يعني يحفز عليه المعيار. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة كفاءة الاستثمارات والأوقاف وجمع التبرعات، والحقيقة أنه هذه مجموعة مهمة جداً. إحنا لن نعيد عرض المؤشرات، أنا تكلمنا عنها البارحة حتى لا نستغرق فيها وقت يعني لا يقدم فائدة يعني إضافية. فهذه المؤشرات تمثل ثلاثة مؤشرات تم جمعها في هذه المجموعة، وتمثل 12% من إجمالي وزن المؤشرات، ونسبة أيضاً لا بأس فيها هذه. والحقيقة أنه كفاءة الاستثمارات احنا تكلمنا عنها البارحة اللي هي استدامة المالية الاستثمارات الأوقاف وجمع التبرعات، لا شك أنه إذا كان عندي كفاءة في إدارة استثماراتي وأوقافي وكذلك في إدارتي لمواردي البشرية المتاحة عندي في جمع التبرعات، لا شك أنه هذا يمثل حسن إدارة من الجمعية لمواردها البشرية ومواردها المتمثلة في أصولها الاستثمارية والوقفية. فأيضاً هذا من منظور رقابة أو حوكمة لا شك أنه يعني يعطينا مؤشر جيد على كفاءة الإدارة في استغلال مواردها المتاحة عموماً. المجموعة الثالثة وفيها مؤشر واحد اللي هي ضمان الرقابة الكافية، وزنه 4% يعني أمره يعني نسبته قليلة، ولكن هو مؤشر واحد يعني اللي هو المتعلق اللي هي إجمالي إيرادات الاستدامة إلى المصروفات العمومية والإدارية حتى تضمن اللي هي الوزارة. احنا تكلمنا البارح بأنه هذا المؤشر التحليلي يهدف إلى من واقع فهمنا حنا كذلك يهدف إلى تحقيق أو استدامة الرقابة في الجمعية الأهلية حتى لو اضطربت التبرعات مثل ما حنا نشهد حاليا في هذا الوقت. المجموعة الرابعة وهي والخامسة كذلك هي كلها تمثل قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين، إما من دائنين من موردي سلع وخدمات أو لتحقيقها لرغبات المتبرعين. فالمتبرعين عندما يتبرعون بتبرعات مقيدة أو تبرعات لأجل شراء أوقاف
لا شك أنه هذا التزام على الجمعية يجب عليها أن توفي للمتبرعين بهذا الالتزام حقيقة شرعا ونظاما يعني. فهذا الوفاء وضعت لها المؤشرات هذه معيار مش مؤشرين اثنين. لاحظوا أن مؤشر قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها يمثل 4.5% من إجمالي وزن المؤشرات، ومؤشر اللي هو قدرة الجمعية على تحقيق رغبات المتبرعين يمثل 10.5%، وهو لاحظوا أنه مؤشر واحد فقط يمثل 10.5% من إجمالي وزن أو تقييم الجمعية في مؤشرات الأداء المالي. فلا شك أن الوزارة تعطي أو تولي يعني تقييم الجمعيات في مدى تحقيقها ويكسب الجمعيات أيضا ثقة من قبل المجتمع والمتبرعين والمانحين وإلى آخره في سمت فضل. أعتذر منك فقط في لو تكفل الفيديو بحيث يكون الدقة أوضح. سم الله يسعدك جزاك شاكر لك جيد الآن جدا سم الله يتفضل. فالوزارة تولي يعني تحقيق الجمعيات لرغبات المتبرعين أهمية كبرى. طبعا ماليا احنا تكلمنا أن الإيرادات هي إيرادات غير مقيدة ومقيدة وأيضا وقفية. فهذه الإيرادات هي تمثل الإيرادات المقيدة تمثل قيود على الجمعية يجب أن يتم الوفاء بها. وما أدعي إذا أمدانا اليوم إحنا نتكلم عن التبرعات المقيدة ورفع القيود عنها أو في لقاء آخر سنتطرق لها بشكل يعني بشكل أوسع وأفضل. نعم. Ooh.